ازيكم يا احلى واهلا متابعين. النهارده هعلم ندى ازاي تعمل سلايم. ده على اساس ان انتي كنتي عارفه تعمليه اصلا يا حبيبه، احنا اصلا جربناها قبل كده مرتين في القناه وفشل. بس ان شاء الله يا ماما المره دي هيطلع حلو. يا رب يا حبيبه، هقول لكم وشك يا ندى يبقى حلو علينا ونعرف نعمل السلايم المره دي. هقول لكم بقى على مكوناته. هي فرن و طبق كبير وعصاية عشان تقلبوا بيها، ما ينفعش تقلبوا من المعلقة، ودنكار من عند العطار، وأي لون عندكم. أنا جبت أحمر عشان يعمل لي بامبي أنا وندى. بامبرز طبعا انتوا عارفين تشتروا البامبرز من أي حتة. هي في مادة كده من جواه هنا، هتبليه وبعد كده ايه هنطلع المادة اللي فيه نسيبه ونجربها المرة دي. يا رب ننجح. نسيبه نص ساعة. يا رب تنجح يا نص. يا رب. احنا جربناه كتير وخلاص، دي للمرة دي ومش هنجرب تاني يعني. يا رب تنجح. احنا جبنا كذا طريقة من على اليوتيوب، هنشوف الطريقة دي. يلا ابتدي قولي بسم الله. بسم الله. هنحط عليها شوية ده غيرة. غيرة ابيض. ريحتها جميلة قوي. لا فضي الاول، فضي في العلبه في في الطبق الاول. ما تنزلي بقى، انت مش نازله ولا اهي. انزلي دي كده سلايم لونه ابيض من غير حاجه يعني. المره اللي فاتت ضيعنا علبه غيرها على الفاضي. انت العصايه كده جيب اللي جوه. لا لا استني، هي هينزل لوحده. يلا انزلي. خلي بالك اخر مره دي هنجرب فيها السلايم، ما تقوليش اجربه تاني. مش كل شوية قاعدة اشتري مكونات على الفاضي. ان شاء الله تنجح. ايه ده بقى، انت مش راضية تخلصي؟ انت هتاكليها يا بنتي. ريحة بميرة. ريحته حلوة يا ندى؟ ومنى ومحمد وندى. تتصوتي تتصوتي. هنحط شوية مية صغيرين خالص ونقفله ونرجوه عشان ينزل اللي فيه. وخلاص رجوناه. يا خبر، بص ايه اللي طلع منه. ايوه هنقلب شوية. عرفتي يا ندى؟ لا. هتحفظي بقى عشان تعملي ده، لو نجح تبقي تعملي. لو نجح. ده ولا نجحتي؟ بس ولا ما نجحتيش يعني. بصي يا اصحابي حلوين، واو ده كده. بصي سلايم يا ماما خلاص. دي بقيت اللي في الطال بتاعه ايه ده؟ حرام، ده دافعين فيه فلوس ده. قصدك ال 10 جنيه اللي احنا جايبينها؟ 10 جنيه؟ لا دي العلبه ب 8 جنيه. 10 جنيه لو كانت ب 10 ما كنتش اشتريت. 8 جنيه يا ماما وحش. 8 جنيه زي تيتا 50 قرش. الله ده سلايم. بصي سلايم. ناس ما تعرفش قيمة الفلوس. هتعلم على سلايم. بصي خلي بالك هتوقعني. وده الدنكار من عند العطار. لا دنكار من عند العطار. دنكار من عند العطار ولون احمر. هو بقى الاحمر ايه يعني؟ هنحطه هيبقى بامبي كده على طول. المفروض يا اصحابي كنا نحط اللون بس انا نسيت. يلا خدي الميه، مش مشكله. يلا خدي حطي الدنكار بقى. استني نمسح الحاجه دي. ثانية يا حبيبي. بس مش هقدر. دلوقتي جبنا كوباية مية تاني وهنحط معلقة دنكار. ولو الكوباية كبيرة حطي معلقتين دنكار. معلقة كده. وقعت شوية بره، حطي بدلهم بقى عشان احنا ماشيين بالمعيار. كده؟ هما دول بقى اللي كانوا هيبوظوا الطبخة بتاعتنا كلها. ايه انت هتدوقي؟ حلو بعد كده ادوق يا ماما. انا مش عارفة الدنكار ده ايه، ما ينفعش. يلا قلبي يلا. قلبي. تعالي شوفي الملح.
معلقتين كده ماشي. نحط معلقتين بالظبط. قلبي حلوه قلبي حلوه، دوبي الحاجه كده حلو بتقلى. مش بحب بقى اعمل الليمونات بسبب كده، اقعد اقلب في السكر. ادي اول معلقه بالروح يا حبيبي. ادي تاني معلقه. قلبي قلبي يا ندى لحد ما يمسك، يبقى عامل زي الصلصال كده. ده بدا يمسك. قلبي. الله شكلنا هننجح. شكلك هتنجح يا نص المره دي، شكلك فاهم يا نص. قلبي قلبي يلا. فارق اصحابنا اهو بدا يمسك فعلا، الدنكار ده خلاه يمسك وبقى متماسك. يلا قلبي حلو. ما ينفعش ادخل ايدي كده وامي. لا لسه، لا لا خلي ندى تقلب شويه. لا ايديها يلا. لا لا يا حبيبتي استني. يلا يا ندى قلبي. خد معلقه كمان. خد طبعا يا اصحابنا يا حلوين، شكلها يعني كده شكلها يا شكلها عايزه تنكر تاني. نحط شويه في الميه. ميه صغيره كده ليه؟ ريحته وحشه قوي الدنكار. يلا قلبي يا ندى. قلبي قلبي انتي حبيبه تقلب بقى جامد. بصي يا ندى تقليب بيبقى كده. بس يا ندى تتعمل ايه يا حبيبه؟ حبيبه دي في ربع ناس في مخها. وانا كنت بعمل ايه؟ بتشم الدنكار، بتشم كل حاجه كده عشان نفسك تاكلي كده اي حاجه. بصي يا اصحابي حلوين الصرايم بقى لسه عايز يمسك تاني. قلبي هاتي بقى ساعدك انا شويه. ناقص هدول العصايه بقى. والنوت ده ريحته ايه؟ حتى اللون هتشميه ملوش ريحه. ما هو ده مقفول زي ما انتوا شايفين كده. بدا هو يمسك في بعضه. خلاص بقى قلب بايدي. يكون عايز معلقه تاني. قلب بايدي. استني مش عارفه ما لو دي كانت اكله. بصي بدا يطلع ازاي لما زودنا له ميه بالدنكار. هاتي بقى بصي بصي اصحابنا بدا ايه يسيب في يمسك في اهو. بصي بتفضلوا تزودوا له كده بميه بالدنكار لحد بس ما يمسك كده في ال في العصايه. خلاص بس انا هيمسك في ايدي. لا مش هتمسكيه، احنا هنسيبوه كده ايه نص ساعه، هنغطيه ونسيبوه نص ساعة عشان يبقى ملظلظ كده يا اصحابنا. عشان يبقى ملظلظ تقريبا عشان يرتاح يعني. ماما انت مسكتيش. مسكته. مش طب يلا جميل قوي. يلا دي النادة تمسك شوية. يلا من نفسها كده بتريح الأعصاب. يا شيخ احنا لسه ما عملناش عشان تريحي أعصابك يا حبيبة دي. بس يلا سيبيه في الطبق وهجيب كيسة ونغطيه. بطلوا بقى بطلوا. ودلوقتي يا اصحابنا احنا هنحط البامبرز شويه ميه ونسيبه لمده دقيقتين لحد ما ينفش. وبعد كده نقصوه ونطلع الماده اللي جواه في طبق كبير. في ايه؟ ماما احنا نسينا نحط اللون. نسينا نحط اللون؟ انا قلت لك احنا فاشلين ما ينفعش نعمل سلايم. قلت لك جربناها قبل كده وما نفعش معانا، ادينا نسينا نحط اللون. هنعمل ايه؟ نجرب بقى. نجرب ينفع نبقى نحطوه في الماده بتاعت البامبرز؟ ماشي نشوفه. ماشي ماشي يا اصحابنا حلوين. نشوف هيحصل ايه. هنشوف. يلا بينا نعمل الموضوع ده. يلا نعمل اللون بقى. ودي الماده اللي كانت في البامبرز ودي السلايم. فدلوقتي اللون اللي احنا نسيناه نحطه قبل الغيرة قبل الدنكار هنحطه على الايه المادة اللي في البامبر. ثانية واحدة. يا خبر ده دم دم. دول حلوين؟
حلوين. قلبي بقى بإيدي؟ لا هي معلقة، أنا جايباك معلقة. فين الخشبة؟ لا قلبي بدلون. اعملي مش مشكلة. لا نحط شوية كمان. ماشي حطي بس كفاية. هو هيعمل كله. غطيه يا حبيبة اللون عشان ما يتكبش حبيبتي. اعملي بتيسي في اللي هي سنتي يا حبيبة. حسيت بحاجة انت؟ الله اجيلي بحمام السباحة اوي. استني يا ندى تدخليش ايدك انت كمان، هو الطبق مش مستحمل يا ندى. يلا حطي بقى على السلايد ده بقى ماما. ايه هو المفروض اللون ده كان يتحط قبل ما نحط الدنكور مع الغيرة. يلا حطي بقى على السلايم بقى لما نشوف التجربة دي هتنجح ولا ايه. لا المفروض العكس، بتحطي المادة دي معلقة بقى. وقلبي بقى. يلا قلبي. احط معلقة كمان؟ ايه ده؟ بس واحد عكس. لا ما تقوليش فشلت التجربة. لا لسه. انا كنت متوقعة انها هتفشل. احط معلقة كمان؟ استني يا ندى، انت شايفة التجربة نجحت يا ندى لما هتحطي معلقة كمان. اهي ايه الاخبار؟ انا شايفة فشلت التجربة. لا بس هي يا خسرت الغيرة. تالت مرة نعمل السلايم ويفشل. لا هي اتمسكت. ما تقوليش انا عليكم من عليا. بالراحة طبعا عشان بتبهدلي برا. انت بتعملي اكنك بتعجني عجينة يا حبيبة. بس شيلوا ايديكوا، شيلوا ايديكوا، التجربة فشلت خلاص. احنا مش نافع ان احنا نعمل سلايم خلاص، ولا هتوسخوا ايديكوا. هدي الاعصاب، هدي اعصابك. هدي اعصابك يا اختي. هو ايه ده بالظبط؟ انا عايز اعرف. خلاص هي فشلت، ودي كانت تجربتنا يا اصحابنا حلوين مع السلايم لتالت مرة ونفشل فيها. وده بسبب ان احنا تقريبا ان انا قعدت ازود في دنكار. حطي دنكار لغايه ما انا بقى من عند العطار. وكنت انا سبب فشلة الخطة المرة دي. هنعملها تاني. نعمل؟ لا خلاص انا لاقية فلوسي. لا هنعملها. كل شوية هجيب لك غيرة والوان وكاني، وكل شوية نعمل في تجربات جديدة. لا خلاص كده السلايم ده مش هينفع معانا. مش هنعمل الخطة دي تاني. نحكي لكم على حاجه يا اصحاب نحبي. انتوا بقى لو جبتوا سلايم ارحم والله ارحم. 2 ونص بدل ما تجيبي وتعملي في الاخر تفشل. الاخر نفشل. خلاص تعبت منك يا بابا. يلا ننهي الفيديو بقى عشان كفايه كده، شكلنا بقى وحش جدا. والفيديو ده يا ندى. ايه ده؟ ايه بقى خلافه ازاي؟ ايه ده؟ خلاص يا حبيبتي خلاص مش نافع، مش نريحوا دماغكم. خلاص مش هينفع. انا كنت اشتريت لكم بالفلوس دي سلايم، قعدتوا لعبتوا بيها وخلاص، لان في الاخر هيترموا كله في الزباله، بنتعب نفسنا على الفاضي. يلا ما تنسوش يا اصحابنا تشتركوا في قناه ندى وكريم ويحيى قبل ما ننهي الفيديو. بصوا بقى، قولي لاصحابك مع السلامه. سلام يا ندى، نورتينا يا ندى. مع السلامه. مع السلامة. الدم اهو.